الاكله الثانيه، الاكله الثانيه اورينتال برضو. يعني احنا استعملنا في الاولانيه سجق بلدي، المره دي هنستعمل كبده وكلاوي وقلوب وحته ليضاني. بتوع الدايت يمتنعون عشان اليضاني، عايزين تشيلوا اليضاني استعملوا الحاجات الثانيه. طاجن الكبد والكلاوي والقلوب، نص كيلو من الكبده، نص كيلو من الكبده مع انه تقريبا اكتر مش مشكله، وبرده نص كيلو من الكلاوي ونص كيلو من القلوب. بس قبل ما نستعمل الكلاوي بالذات، قبل ما نستعمل الكلاوي بالذات نعمل ايه؟ طب ممكن نطلع، بس هات كده نطلع الاول عشان نقول لهم على المعلومه عشان دي ما تتحرقش بقى. بسم الله. سخنة معلش. ده شكل الفطيرة. طب الله، طب كمية الشاتني اللي جت عليها والزيت اللي عليها ده منين؟ ده من الجبنة اللي احنا حطيناها على الوش، شايفين عاملة ازاي؟ هنسيبها تهدى خالص قبل ما نشيلها، لأن أنا لو شلتها دلوقتي هتتكسر معايا. يبقى احنا هنسيبها هنا تهدى، وتعالوا نقول حاضر، ناخد التليفون الأول وبعد كده نكمل مقادير الطبق. يا ام رامز. الو الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف يوسف؟ انا بخير لما بسمع صوتكم. ربنا يبارك لك يا رب ويديك الصحه. اشكرك، ربنا يخليك يا ام رامز. الله يبارك لك. اتفضلي يا فندم. معلش ممكن الاعاده دي بتاعت الفطيره تعد لي بس حضرتك الطريقه دي بتاعت حاضر. عينيا عينيا. حاضر، ربنا يخليك. تحت امرك، هقول لك عليها. حاضر حاضر. بس بعد ما نقول الطبق بتاعنا الرئيسي النهارده، بشكرك يا ام رامز على اتصالك. انا في بس حاجه على النار من الحاجات اللي بصوا، حاجات بسيطه يعني. انا هنا بسيح شوكولاته، بسيح شوكولاته، لازم اقول لكم المعلومه، ما اعرفش اخبي عنكم. لو اتحطت على نار عاليه الشوكولاته دي تخرز، يعني تخرز يعني تفصل. فعشان كده انا شفتها على النار هشيلها من على النار ونقلبها، ندوبها كده براحتنا لغايه، او نحطها على نار هاديه ونشغل الشوايه، ما فيش مشكله. يعني ممكن نشغل الشواية عليها نار هادية كده، مفيش أدنى مشكلة عشان خاطر ما تتحرقش. درجة الحرارة بتاعت المية العالية دي ممكن تخلي الشوكولاتة تفصل، تعزل الزبدة اللي فيها والكاكاو يبقى لوحده. فعشان كده لاحظوا المعلومة دي، حبيت أقولها لكم قبل ما نقول على مقادير. الله ينور يا محمود. قبل ما نقول على مقادير الطبق بتاعنا، احنا قلنا نص كيلو من الكبدة ونص كيلو من الكلاوي ونص كيلو من القلوب. لو عندنا ذبيحه نخلي حته من الكبده وحته من الكلاوي وحته من القلوب. الكلاوي نعمل فيها ايه بقى؟ الكلوه ناخدها نفتحها نصين ونشيل الغلافه اللي عليها اللي فيها الدهون دي، وبعد كده نقطعها شرايح ونحطها، انا هجيبها لكم اهي، في خل وليمون وذره ملح اهو، شايفين لونها اهي. انت جاي منين؟ حيرتونا في الكاميرات يعني، من كتر الكاميرا تعبتونا. من عند محمد ولا من عنده؟ اهو هنا الكلاوه اهي اهي، شايفينها لونها فاتح ليه؟ لان انا حطيتها في خل وحطيتها في ليمون وذره ملح. ليه تاني؟ علشان الكلاوي بالذات بيبقى ريحه فيها، ريحه زفره، لو ما شلناش الزفره دي منها هتفضل مأثره على الاكله بتاعتنا ونحس بالزفاره في كل الاكله. رجاء لازم تتغسل لوحدها قبل ما نحطها على المكونات بتاعتنا. يبقى انا عندي نص كيلو من الكلاوي ونص كيلو من الكبده ونص كيلو من القلوب وبصلتين متقطعين شرايح وفصين ثوم مفرومين ونص كيلو طماطم مبشوره ومعلقه كركم ومعلقه كمون وقرن فلفل حامي ومعلقه كزبره ناعمه وحزمه كزبره خضراء ومعلقه بهارات، وهتتاكل مع رز ابيض او خبز بلدي زي ما انتوا عايزين. وهقول تاني، نص كيلو من الكبده ونص كيلو من الكلاوي ونص كيلو من القلوب وبصلتين متقطعين شرايح، نص كيلو طماطم مبشوره وفصين ثوم ومعلقه كركم ومعلقه من الكمون وحزمه كزبره خضراء وقرن فلفل حامي ومعلقه كزبره ناعمه ومعلقه بهارات. وبعد ما تستوي معانا كده ونحطها في الطاجن وتاخد الشمخه بتاعتنا، نرجع نعمل ايه بقى؟ نقدمها جنب خبز بلدي، خبز بلدي، وكمان زي ما قلنا رز ابيض. لو حابين تخلوا لون الصوص او الصلصه كده شويه محمره، حطوا معلقتين صلصه طماطم. انا ما رضيتش اضيفها في المقادير اهي، ليه؟ علشان خاطر لو حابين تضيفوها وتخلوا الصوص شويه سميك او لونه احمر لو هتتاكل مع رز، يبقى هنضيف معلقتين من الصلصه.
تعالوا معانا بقى نشتغل ونوريكم هنعمل ايه. اول حاجه نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، وناخد اللي الضاني. احنا قلنا فيه قطعه من اللي الضاني بتديها ريحه وطعم ونكهه. انا اسف مش مكتوبه في المقادير، بس يا ريت نكتبها يا محمد. يا حاجه منى. الو الو، اهلا بحضرتك. ازيك يا شفيوخ؟ انا بخير لما بسمع صوتكم. ازيك حضرتك يا شفيوخ؟ ربنا يخليك يا رب. كويس، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه. احنا انا يا حاج انا يا شفيوخ من الجماليه. اهلا بيك وباهل الجماليه حبايبنا. الله يخليك. بصوا النبي يا شفيوخ، انا عايز اخد بس طريقه الكبد والكلاوي دي بس عشان ما لحقتهاش. حاضر عينيا. انا قلت المقادير بس لسه ما عملتش حاجه. حاضر، هقول لك على المقادير تاني يا حاجه منى. واهلا بيكي وباهل الجماليه وباهل باب الشعريه وباهل الظاهر، يعني عايز اقول الاحياء كلها، لان دي ده اصل القاهره الجماليه وباب الشعريه وباب البحر واصل القاهره الكبرى يعني. فمش عايز انسى حي، لان انا بحب الاحياء دي جدا وبعشقها. الكبد والكلاوي كانت اهي مقادير، نص كيلو من الكبده ونص كيلو من الكلاوي ونص كيلو من القلوب وبصلتين متقطعين شرايح ونص كيلو طماطم مبشوره وفصين ثوم ومعلقه كركم ومعلقه من الكمون وقرن فلفل حامي، ويا ريت تصوريها بالموبايل، ومعلقه من الكزبره الناعمه وحزمه كزبره خضراء ومعلقه بهارات، وهنقدمها مع خبز. واللي هي دي اضافه، عشان كده ما رضيتش اكتبها، بس اكتبها لنا بقى في المقادير. حوالي 8 كيلو من اللي هي ليه الخروف، اللي هي اللي هي عارفينها. هنيجي كده اول حاجه نعملها ايه، نيجي هنا ونقوم حاطين اللي هي في الطاسه عشان تطلع الريحه بتاعتها وتسيح معايا. اللي هي لوحدها اهو، بعد ثواني هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. ليه؟ لان انا عايز الماده الدهنيه، طالما حاطين ليا مش هزود، مش هحط ماده دهنيه بقى هنا خالص. حطيت اللي هي اهي عشان بدل ما احط ماده دهنيه واقوم ضايف عليها البصل، يبقى انا حطيت بدل الزيت وبدل الزبده حطينا اللي هي وضفت عليها البصل عشان يتشوح معاها. جميل اهو، طاسه سخنه، وانا عامل طاسه كمان ستير اهي، ستبن يعني، علشان خاطر نحط فيها من هنا لهنا على طول. تاني بذكركم اللي هي يا دوب شمت النار فنزلت منها جزء من الدهون، حطيت فيها البصل يتشوح، البصله. وبعدين بعد البصل ما تشوح كده هو لسه مكرمل معايا، هنقوم حاطين عليها الفلفل الحامي والثوم. جميل، تاني معايا واحده واحده. حطينا البصل، حطينا اللي هي الاول يا دوب نزلت الدهون اللي فيها، وبعد كده حطينا، اشيلهم لك بقى عشان ما يعطلكش ولا انت كنت واخد الكادر حلو من بينهم اهو، ارجعهم لك انا بقى. انا انتوا اللي تعبتوني معاكم. حاضر حاضر عينيا. ده لا لا، معلش معلش معلش، ما هو واحد برضو يا جماعه، برضو مش 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 مصور فنان زيكم. الله يخليه، انت عارفين ان انا دخلت المطبخ ده عشان الفن اللي فيه. الله يكرمك. هنا بقى ايه، زي ما قلت اللي هي مع البصل مع الثوم مع الفلفل الحامي، ونقوم نازلين عليهم بايه بقى الاول اللي بياخد وقت سنه، الكلاوي اول حاجه، وبعدين نشوح. والكلاوي زي ما قلنا لازم نغسلها، لازم نغسلها بالخل والليمون وذره ملح عشان الزفاره اللي فيها، ونقلب. وتقريبا الموضوع ان شاء الله بقى كويس كده، لان جالنا كميه من الاتصالات كبيره جدا على موضوع العزومه البيتي. يا استاذه ابتسام. ايوه اهلا بحضرتك. اهلا بيك، ازيك يا شيف يسري؟ اهلا بيك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه وكل مشاهدينا بخير وطيبين. الله يكرمك يا رب. بص بقى، اتفضلي. انت بكره اجازه؟ ايوه يا فندم. انت بكره اجازه ان شاء الله، فقبل ما تمشي لازم تقولي على اللي انا هطلبه منك. اتفضلي. لان انا محضره الحاجه. اتفضلي. صوت يا محمد. ولاده. اتفضلي. ولاده. عايزه البسيسه. البسيسه؟ او النبي. حاضر، وايه تاني؟ والنبي اللي زورته بس.
حاضر. يا رب تزوره تاني قريب يا رب. اوعى تمشي من غير ما تقول لي. حاضر. ايه تاني؟ حاجه غير البسيسه؟ لا نعم. حاجه غير البسيسه؟ لا الله يخليك، عايزه سلامتك. حاضر عينيا. حاضر حاضر، تحت امرك، بشكرك على اتصالك وهقول لك ان شاء الله عليها. حاضر. هنا حطينا تاني فوق اللية الكلاوي وبعدين القلوب، اخر حاجه هنضيفها الكبده، لان الكبده ما بتاخدش وقت خالص في التسويه، يعني ممكن القلب ياخد شويه من الوقت والكلاوي تاخد شويه من الوقت، لكن الكبده ما بتاخدش وقت. نيجي بقى نضيف المكونات بتاعتي، الكمون والكركم والكزبره والبهارات، ونقلب النكهات بتاعتنا. لسه ما حطيناش الملح، هنضيف دلوقتي شويه من الملح، وبعدين هنيجي هنا بقى ايه، نحط شويه ملح صغيرين وشويه فلفل صغيرين، ونقلب. ونيجي بقى نضيف الطماطم ونقلب، نسيبها تغلي مع بعضها. لكن زي ما قلت لكم انا حاطط هنا طاسه استبن. ليه الاستبن دي؟ علشان اما اقوم جاي كده حاطط عليها، شايفين بقى درجه الحراره اللي فيها، تساعدني ان هي تطلع لي الاكله بسرعه. انتوا ما تنسوش ان انا لسه ما حطيتش الكبده، انا حطيت كل الحاجات ما عدا الكبده. شفتوا بقى لما انا حطيت في طاسه سخنه جامد، انت مش قادر تجيبها نجيبها لك. لما انا جيت هنا حطيت في طاسه سخنه جامد، بصوا شوفوا شكل الحاجه بقى عامل ازاي. هنسخن دي تاني ونرجع لها، بس قبل ما نرجع لها هنقوم جايين حاطين الكبده، لان يعني الكبده زي ما قلت مش هتاخد وقت في التسويه، وحتى لما ندخل الفرن مش هنحطها اكتر من دقائق معدوده. هنيجي هنا في عصير ليمونه، لا نص ليمونه عندي اهي، هعصرها فوقيها. طبعا احنا شايلين البذر فوقيها، برضو الليمون ده اضافه، ونقلب بقى. انا حطيت هنا البصل والثوم والطماطم وكل المنكهات بتاعتي، لو عايزين بقى تضيفوا لها انتوا فلفل ضيفوا لها فلفل، ما فيش مشكله. انا حاطط فلفل حامي، وبعدين اول الكبده ما هتلون. يعني ايه تلون؟ يعني لونها يضيع جوه الاكله، يكون عندي الطاجن بتاعي ومسخنه واطلعه من الفرن وهو سخن. لو انتوا عايزين صوص بقى شويه احمر شويه، ضيفوا صلصه الطماطم، لكن انا اعتقد ان احنا مش محتاجين صلصه طماطم خالص. يعني اول اهو هنرجع نغير، دي اخر تغييره، انا محيركم معايا انا عارف. شايفين بقى شكل الطاجن عامل ازاي؟ الله الله الله. وهنا زي ما قلت الطاجن بتاعي اللي هحط فيه سخن، هعمل ايه؟ الكزبره الخضراء، الكزبره الخضراء كمان مره هضيفها اهي، واقلب. ريحه الكزبره الخضراء مع الطاجن ده حكايه. هنيجي نعمل ايه بقى؟ بعد ما هنقلب كده تقليبه واحده، وعندي زي ما قلت الطاجن سخن، الطاجن مطلعه من الفرن سخن، نشيل كده ونضيف. شايفين بقى هو سخن بيعمل ازاي؟ اهو سامعين الصوت؟ سامعين؟ وندخل الفرن لمده ثواني مش كتير، لان الحاجه بتاعتي دي لو استوت اكتر من اللازم هيحصل ايه؟ هتلاقوها بقت ناشفه. اهو تاني، مش عايزين نقول يا جماعه الحاجه نيه، لا مش نيه، هي كل حاجه لها درجه تسويه. الكبده من الحاجات اللي لو استوت اكتر من اللازم، هي والكلاوي والقلوب، هتلاقوها بقى. شايفين الطاجن عشان سخن بيعمل، شايفين الفقاقيع اللي طالعه دي؟ اهي اهي اهي، شايفين؟ عشان سخن معانا، وهندخله الفرن، شايفين؟ بس لمده ثواني. ليه؟ لان الكبده مستويه نص سوا، والقلوب مستويه نص سوا، كله مستوي نص سوا، يبقى عايز حاجه بسيطه، مش عايز كميه كتيره جوه الفرن